جيت عند الوالدة قلت لها أمي أنت وش تسوي بالصوف؟ قالت ننفش. قلت وبعدين؟ ينفشون اللي هو يفكفكونه. نعم. قالت نظهر الحرابية منه. قلت شو الحرابية؟ قالت هذه بذرة يوم تخطف الماشية أيوة تتعلق وتتكور ولين تغادي شو كورة نطلعها نحن. شو يسمونها؟ حرابية. حرابية. نعم. وإذا ما عندنا صوف نرد على الحرابية ونفك ونقل الصوف، لكن إذا الصوف زين عندنا وايد ما نحتاج. قلت وبعدين؟ قالت نبرمه. قلت وبعدين؟ قالت نحصده. وها طبعا المعلومات ما كنت أنا أعرف قبل. قاعد تسأل أريد أركب الفكرة هاي. البرم خيط والحصد تربط الخيط على الخيط يغادي حصد، وبعدين يستوي السد اللي هو اللي يسدون نعم يسدون الصوف. وفيه قبل كان الخيط في السد يدارونه في الشد ويعدلونه بقرن غزال.